جيهان، ومرحبا بك معنا في موقع لالا بلوس وفي برنامج كلاكيت. نهار كبير هذا، واخيرا جيهان في المغرب. بارك الله فيك، انا فرحانه وبشوفتك طبعا وزرتكم. ماشي اخيرا، حيت الظروف ملي كنكون في المغرب ضروري اختي نشوفك انايا. مرحبا مرحبا الله يطول جيهان. عمرك. انا اول حاجه جيهان، بغيت نقول لك نسولك دائما، كنتسائل جيهان تبارك الله دابا شي تقريبا 18 سنه وانت خارج المغرب. نعم، علاش اختاريتي جيهان انك تكوني خارج المغرب، وعلاش اختاريتي بالضبط انك تستقري في البحرين؟ ما اختاريتش، الظروف هي اللي خلتني نمشي للبحرين ونعيش في البحرين، بحكم انني انا ام ديال بنوته بحرينيه الله يخليها ليا دانا بنتي، وتعودت صافي استقريت. يعني انا كنحسبها البحرين بلادي وبلاد بنتي. داكوغ، صافي ولفتي البحرين، ما الاجواء، نقدرش ما نقدرش. حتى في لي سناب ديالك كنشوفوا الطبخ بحريني. شنو الاكل اللي كنت تقدم؟ ضروري شويه من المغربي، كندير طاجين، كندير الكبسه، كندير مجبوس، كندير الاكل الهندي. حتى سوختو هو هاد مجبوس مجبوس كاين المجبوس لحم، كاين مجبوس دجاج، كاين مجبوس ربيان يعني كروفيت. روبيان وكروفيت. الكروفيت الروبيان. وكاين عدة طبخات لأن بنتي كتبغي لي الأكل البحريني، وأنا شبه تعودت عليه، يعني ضروري لازم يكون العيش الرز يوميا. داكوغ. رجعنا نرجعوا مرة أخرى لاكاريغ ديالك والأغاني المغربية اللي كتغنيها. كاين أغاني كثيرة مغربية غنيتيها، ولكن واخا كاين تقصير شوية كجيهان. صح. غابر على الساحة المغربية، كنعرفوا أنه كاين تغيير، تبدلات القديم بعد سورتو سعد مجرد تبارك الله. نعم، فاش نعم. خرج اغاني ولات معروفه عربيا وعالميا، ولات نسبه المشاهده في اليوتيوب عاليه، ولو فنانين مصريين ولبنانيين كيتمنوا انهم يغنيوا مغربي. في وسط هادشي كامل جيهان شويه غابره كوميم، علاش؟ يمكن باقي ما توفقتش في شي اغنيه اللي يعني كما كنقولوا دير بوم، يعني اللي تنجح لي. غنيت كذا اغنيه والحمد لله، يعني كانت الحان، يعني انا نشوفها كانت يعني قريبه من قلبي بالنسبه للعنوان دغيا دغيا. كنحب هذه الاغنيه زوينه اللي نجحت لي في الخليج. طبعا في الخليج كثير نجحت لي. دابا عندي عمل ان شاء الله قريب مع الملحن رضوان الديري، عمل مغربي 100% ان شاء الله. كان خدامين عليه ان شاء الله، غنخلصوا هذا الشهر ان شاء الله، ويا رب دير هذه الاغنيه بوم تنال اعجاب المتابعين ان شاء الله. شكون الاغاني دابا او الفنانين والاغاني اللي تعجبوا دابا مغربيه كتقولي تبارك الله اغنيه ناجحه؟ واش كتبعي شويه الساحه المغربيه؟ اكيد كتبعيها. نعم، الفنانين المغربيين. شنو الاغنيه دابا اللي مغربيه اللي كتسمعي وكتقول تبارك الله هذه الاغنيه ضاربه؟ انا بعدا كتعجبني اسماء المنور، كنحماق عليها، فنانه اخلاق، صوت، خامه صوتيه تبارك الله، فوق من هذا نجمه تبارك الله، كنفتخر بها. راقيه يعني. نعم نعم نعم. فمتابعين ديال اسماء المنور كنحماق عليها، كنبغي نسمع لها بزاف. جيهان، بحكم انك دابا انت عايشه في الخليج، وكنعرفوا ان كاين واحد الصوره ديال المراه المغربيه، كيف ما كان عمل ديالها في الخليج كتكون واحد الصوره ماشي تلهي، علاش كاينه هاد الصوره؟ لا بالعكس، حنا المغربيات فين ما مشينا راسنا مرفوع. وانا مغربيه وكنفتخر، بالعكس احنا كنوصلوا، يعني انا كمغربيه كنوصل الثقافه المغربيه لحكم الاصدقاء ديالي الممثلين فنانين، بالعكس كيحبوا المغرب من خلال ما انا كنمجد في بلادي وكنشكر في بلادي. وملي كيجيو عندي كندير لهم الطبخ المغربي، وكنحاول نحط لهم بالنسبه للحلويات ديالنا، هما متشوقين يشوفوا المغرب من كثر ما انا كنمدح في المغرب، وكان كيعجبون المغرب كيقولوا لي هاد السنه نجيو معاك، هاد السنه نجيو معاك، يعني باغيين يشوفوا المغرب. بالعكس المغرب زوين. نعم، بالنسبه للفنانات المغربيات اللي عايشين في الخليج، حنا متبعينهم في انستغرام، في الفيسبوك، في سناب شات، كنشوفوا تبارك الله انه الفنانه المغربيه اللي عايشه في الخليج دابا تهز ماركات عالميه، كتلبس ماركات عالميه، كتلبس كتشري البلايص غاليه جدا. واش لهاد الدرجه يعني الفن في الخليج كيوكل الخبز احسن من المغرب؟ يعني واش عندكم الفلوس تما واش كيتخلصوا احسن من هنا ولا شنو؟ بصراحه كاين الخير، وما نكروش عاوتاني، ما نكروش خير الخليج، كاين الخير الحمد لله، كاين الخير في الخليج، كاين الخير. فاش كاين هذا الخير؟ يعني شنو الاختلاف ما بين الساحه الفنيه المغربيه والساحه الفنيه الخليجيه؟ اوكي، دابا في الفلوس زعما؟ ماشي في الفلوس، احنا بالنسبه للاعراس الحفلات، الاعراس كتكون الفنانه مطلوبه، بالاخص الا كانت حافظه الالوان الخليجيه مثل العاشوري الخماري، هادو كلهم التراث ديالهم.
كيكونوا مطلوبين بزاف في العراسات. إلا كانت الفنانة المغربية حافظة هاد الألوان كاملة كتكون مطلوبة في العراسات ديال الخليج كلهم. وكاين ثمن شوية في الأعراس. حنا ما كنشوفش، أنا كنشوف بأن كاينين أعراس ديالنا في المغرب، ما كاينش الأعراس ديالنا في المغرب. حنا كنبغيو الشعبي. أنا عن نفسي مثلا زوج الدالة إلا كتب لي يلا ما غنمشيش ندير خليجي، غادي على الأقل غندير الشعبي. أنا بغي نشط حتى هما بحال هكا كداك الشعبي ديالهم. نعم، شكون هي الفنانة المغربية دابا النمبر 1 اللي كتغني في الخليج في الأعراس اللي مطلوبة بزاف بكلش؟ أنا عارفة كجهة أنت شفافة وغتقولي لي كاين اللي مطلوبة. تبارك الله كاين يسرى سعوف، كان وجه لها تحية غزالة ديك البنت، وربي كيعطي على نيتها، ربي كيرزقها. وكاينين بعد لكن الفنانات بزاف من الخليج خدامين. واش نقدروا نقولوا كان انه كاينه فنانه مغربيه نمبر 1 ولا كل وحده وعندها واحد دور رزقه؟ كل واحد دور رزقه وكل وحده وسعرها. كل واحد رزقه وكل واحد وسعرها وكل وحده فين متعاقده، اللي متعاقده في السعوديه، اللي متعاقده في قطر، اللي متعاقده في الكويت، كل وحده وفي في في وين عندها العقد ديالها. نعم، مؤخرا شفنا اخر لقاء ديالك تبارك الله كنتي جيتي نيشان حياتي وتكلموا عليك بزاف في المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي على الاسعار ديال العراسات. كنسمع بزاف الفنانات المغربيات او بعضهم كيقولوا انا كناخذ 20 25 30 في العرس 60، شي مرات كنسمعوا 100. واش كاين هاد القضيه؟ واش كاين 20 مليون في عرس جهان؟ اعيد واكرر، اغلى سعر كياخذوه الفنانات المغربيات اللي حنا عايشين، حنا كنعتبروا دخلاء في الخليج. انا الحمد لله ما كنعترفش نفسي داخليا، لانني انا بنتي تبارك الله كبرات وبنتي خليجيه وبنتي بحرينيه، كنعتبر بانني انا بنت البلاد. بس الاسعار اللي قاعده حاليا ما كتفوتش الواو 14 مليون. الواو 14 مليون ما كتفوتهاش من غير النجوم. اسماء المنور كتاخذ اكبر سعر، اسماء لان نجمه، هذه انا كنبصم لك عليها. اما الباقي سعر خاص، كلهم سعر متقارب لبعضياتنا كلنا. نعم، علاش كيتبازاو هاد الناس اللي كيديروا الاعراس في الاثمنه؟ واش كيكون عندك سينجل ضارب او مطلوبه؟ كتكوني مطلوبه في الاعراس وكتكوني حافظه. باش تكوني مطلوبه في الاعراس الخليج شنو خاص يكون عندك؟ تكوني حافظه، تكون حافظه الاغاني. صافي مثلا نعطيك اكزامبل، ملي كتمشي لقطر غير موسيقى، ملي كتمشي السعوديه غير، ملي كتمشي الكويت تماما كيختلف غير بالنسبه للموسيقى وشنو كيسمعوا. خصك تكوني حافظه الالوان كلها. وكاين واحد النقطه خصك تعرفيها، الاعراس ديال البدو وديال الحضر. بالنسبه للبدو اللي هما العرب يعني البدو، انت عارفه البدو كيكون عندهم اغاني غير، والحضر اغاني غير. خاصك تكوني حافظه الريبرتوار هنا والريبرتوار. نعم، خصك البدو كيبغيو شيلات كل شعر، خصك تحفظي الشعر والشيلات، خصك تمشي معاهم على البروغرام اللي غاديين. الحضر كيبغيو شيلات واغاني يعني عادي. قلتي كاين بعض الفنانين كيربحوا او فنانات كياخذوا في العرس 2 مليون. اه كياخذوها، كاينه الا ما عندهاش كتهبط ب 2 مليون. طرات لي انا، خديتي شي نهار 2 مليون؟ لا، طلبت انا السعر، جات وحده الله يستر عليها والله يستر عليها الله يحفظها، نزلت في بلاصتي ب 2 مليون. دوك ضربات لك السهره ديالك؟ انا طلبت غير وجات هي خدات مكاني وجلست. نعم، وجلست في الكرسي وغنات وغنات بجوج المليون. اه بدون ما نذكر سميتها، حتى بثلاثه كتخرج، حتى باربعه كتخرج، المهم ما يبقى حتى شي حاجه. عادي، هذه في البحرين. اه هذه شنو نقول لك، حريه شخصيه يعني هي لما بغات تجلس في الدار وبغات تاخذ دوك جوج المليون، انا بعدا المبلغ ديالي او السعر اللي كنطلب كنبقى عليه. اها، ما تهبطش حتى المدير عليه. لا، حتى المدير اعمالي كان الا نزلت نقدر نزل شي شويش. وانا على فكره ما مزيده سعري، انا دابا تقريبا شحال دابا شي 6 سنين سعري، لا 3 سنين ما زيدت سعري. باقي السعر هو هذا، باقي سعري هو، ما غنزيدش فيه، انا خدامه به بنفس السعر. نعم، ما خفتيش بهذا الشيء اللي كتقولي دابا انك تنوضي عليك واحد القربالة فنانات ينوضوا يقولوا لا؟ علاش؟ بالعكس، هذه حقيقه. حيت الناس عايشين الاوهام، الناس دابا اللي كتسمع 30 مليون و20 كتشهق، وحرام والله الا كنشهق. حرام فاش كنسمعوا انه الفنانات دابا لا ما كايناش 30 مليون، عندها اغنيه وجوج وثلاثه، ما عندهاش ميم با البوم، وكتقول لك راه لا ما كاينش 20 30 40 كنقولوا اوصل لهالدرجه، ما كايناش. يعني غتكون هجره ديال كاع الفنانات غيبغيو يمشيو غير 14 مليون ماكسيموم، هذه المخيره من غير النجوم.
كتقولي من غير نجمه اسماء منور بيسوغ كيكون النجوم كيكون السعر ديالهم غالي. واش نجمه ويحق لها بالعكس راه النجمه هذيك. نعم الفنانات المغربيات اللي كيكونوا حاضرين في العرسات بزاف واش هذا مقياس النجاح ولا النجاح ديالها بالسينغل ديالها؟ اكيد بالاغنيه اللي كتضرب غير هي دابا الا ما خدمتش. الا كانت حاضره في العرسات بزاف يعني انها فنانه ناجحه؟ لا لا بالعكس عادي يا موجوده يا في المهرجانات او في الاعراس كل واحد يعني فين عندك المشكل؟ نعم بس لان هي لو هي ما خدمتش اعراس وما خدمتش مهرجانات من وين اللي كانت كتنتج على من حسابها الحسابها الخاص من وين تقدر تنتج كل 3 شهور كل 4 شهور ديما خصها تعطي الجديد ديما تكون متواجده في الساحه الفنيه هذا خاصو واحد المبلغ وقدره ولا انا غلطانه؟ كاينه اغلى مبلغ ما نقولش لك شحال ولكن اشمن فين اشمن دوله ولا اشمن مدينه ولا اخديتيه؟ قطر. في قطر داكو فغادي نكملوا بيان سور نتكلموا على الفنانه جيهان وعلى الاعراس وعلى الفنانات وعلى الصداقات اللي كاينه في الوسط الفني. عندك صديقه في الوسط الفني؟ صديقه مغربيه فنانه مغربيه؟ صداقه من بعيد لبعيد من بعيد لبعيد انا ما عنديش ما عنديش اصدقاء. ما عندك شي صديقه قريبه لك في وسط الفني؟ في وسط الفني كاينين كاينه جميله كاينه يسرى السعود جميله بدوي يسرى السعود عزيزه عليا كلهم كنتواصل معاهم واتساب على الاقل الا توحشتهم نعيط ليهم ولكن بعد على بعضياتنا داك ولكن قراب لك زعما هدى سعد هدى سعد نسول فيها وتسول فيا كيبقى داك الاحترام وداك الحب من بعيد لبعيد يعني كنسولوا في بعضياتنا. نعم وشكون من الفنانات المغربيه المغربيات او الفنانين المغاربه اللي تبغي دير معاهم ديو مثلا جيان يعني؟ اش نقول لك نتشرف نكون مع اسماء المنور ديو صوتها نعم. كحماق على صوتها كاين شي سر عند اسماء منور انهم الفنانين المغاربه كلهم كحماقوا عليها تيبغيو يغنيو معاها فنانه فنانه لان الصوت عندها تبارك الله انا كنهمني كنسمع صوتها كنتعلم منها بالعربي كنتعلم منها لان فنانه تبارك الله عمرنا سمعنا دايره شي مشكل ما كذا في حالها في سبحانيتها انسانه باغات وصلات ما شاء الله والله يكمل عليها بالخير. نعم جيهان دابا كتعتبر راسك فنانه ناجحه ولا لا؟ سؤال طبعا انا ناجحه الا مشيت 1 باي 1 انا مستعداش نطلع دغيا لا لا نمشي شويه شويه داكشي اللي كنستحق غنوصل ليه ان شاء الله بجهوداتي. جيهان غندخلوا لك في حياتك الشخصيه دابا وغادي نسولوك على الزواج. شفنا واحد المقطع في انستغرام شهر شهر انه بغيتي تزوجي مره وجوج وهذا وقلتي انا مازال غنتزوج وغادي ندير العرس وغادي نلبس الاطلعي في العمريه ومازال تلبسي الكسوه. واش هذا الشيء مازال باغا ديريه ولا غير هذيك اللحظه ديال اللي كانت في الانترفيو؟ لا شوفي نقول لك لحظه عابره. لا انا ربما مرات كندوي عفويا كنجي كنجيبها من باب الضحك بغيت نسولك انا عفويه على فكره وما كنحسبش الهضره يعني دابا مني كنبغي نهضر ما كنحسبش ما كنخممش كنقول تلقائيا اللي جا في امي كنقوله. هي انا كنتمنى الى الله عطاني وكاتب لي بانني باش غادي نتزوج مره اخرى غادي نلبس لانني انا في التعرس ما لبست اللبس ديالنا التقليدي ما طلعتش فوق العماريه ما لبست حتى الفستان الابيض ما لبستوش صافي كندير حفله اولا كندير داكشي بيني وبين الزوج ديالي ما عمري ما احتفلت مع الناس ودرتي عرس كنتمنى اذا الله اذا الله مقدر لي يعني نتزوج مره الرابعه ماشي الثالثه انه قلتي في العرسات شحال مره تزوجتي هذه؟ ثلاثه المرات ومازال باغا تزوجي المره الرابعه؟ علاش لا؟ يعني ما قلتيش انه صافي هاد التجربه انا لا لا كان شي ولد الناس اللي يستحقني ويكون معايا سند ويكون مساندني في كل خطوه علاش لا؟ ما لا غادي غي ينكد عليا عيشتي بلاش منه نبقى حره نفسي. ويكون مغربي ولا خليجي؟ ما عنديش مشكل حتى المغاربه غزالين وزوينين مالهم حتى هما. شنو مواصفات دابا انت جيهان بعد ثلاثه ديال الزواجات او اربعه قلتي ياك شنو هاد الزوج اللي غادي تجي تزوجي به دابا شنو خص المواصفات اللي يكونوا فيه والغلطات اللي ما غاديش تكرريها فيه؟ ها اوكي زوين سؤال عجبني. هي ناخذ واحد عازب ديال نفسه ما يكونش مزوج ما يكونوش عنده عيال يعني فايت لك تزوجتي بواحد مزوج نعم كانت تجربه فاشله جوج المرات نعم
فشلت وخديت وعد على نفسي عمرني ما نتزوجش واحد متزوج قبل، لان كندمر نفسي وكندمر له حتى بيته حتى الزوجه ديالو حتى هي كتدخل معنا حرام. علاش ناخذ نعيش يكون ديالي انا بوحديتي، انا انانيه يكون لي بوحديتي انا، ولا تزوج بك وقال لك انا عاود نتزوج؟ لا لا طلق انا نعاود نتزوج. دوك هذه اول حاجه ما تكرريهاش. لا صافي وعد لان غلطت نعم. مرتين وما يمكن ليش نعاود هذه الغلطه هذه. نعم كانوا مغاربه ولا لا؟ كان ابو بنتي كان ديجا مزوج. ابو بنتي كان مزوج، هو بحريني. بحريني وعنده عيال اخوان دانا بنتي، والثاني بعد كان بحريني من الوسط الفني بدون ما نذكر سميته، معنا في الوسط الفني حتى هو فنان وغلط. والثالث ما كانش مزوج، كان مطلق وسعودي كان. من غير انه يكون مزوج شنو الغلطه؟ شي حاجه اخرى اللي تفاديها في الزوج المستقبل؟ يكون قريب ليا ويكون مساندني، ما يكونش ديك الغيره، ويكون يعني متقبل المهنه اللي انا كنزاول كفنانه، يكون معايا يعني مساندني، ماشي يقول لي لا ما تسافريش ما تمشيش، يكون معايا يعني بغيت يعني تقولي انا. كاين شي زوج من الازواج كان كيقول لك ما تسافريش ما نعم حتى واحد ما كيبغي مرتو شحال من يعني. انا في الزواج ثاني استقليت خلاص، بعدت على الفن، قعدت في داري درت الفولاغ وقعدت في الدار وصافي. درتي الحجاب يعني تخطيت سترت بمعنى الستر يعني مو الحجاب يعني. شنو الزواج ثاني؟ ثاني صافي وكنتي غا اي خلاص اعتزلت. نعم خلاص الشرط عليا يا انا يا الفن، عطاني اسبوعين. دوك اختاريتي هو؟ نعم. يعني كنتي كتبغيه بزاف؟ كان بغيه وكان راجل بمعنى الكلمه، كان قايم بالوجبات ديالو، ما كانش مخليني حتى شي حاجه فوق من هذا. راجل حنون كان طيب والله ما كتبش، وباقي لحد الان كنتواصلوا كنسولوا على بعضياتنا لان الدنيا للحين فيها خير. دوك ودابا جهاني الا جاك زوج اخر في المواصفات انت اللي باغا، ما مزوج حنين كيقدرك وكل شيء، وقال لك ولكن الفن ما لا ما تخرجيش ما تسافريش ولكن الفن لا ديري زعما وجلسي في دارك. لا ما عندي ما ندير به والو يعني. كتقولي لي من هنا ما عندي ما عندي ما ندير به غير يمشي الفن معايا انايا. بالنسبه لبنتك دانا الاب ديالها بحريني، كاين تواصل بينها وبين الاب ديالها؟ نعم نعم كتواصل معاه، كتواصل معنا لحد الان، كنتواصل مع عماتها بحال يقول لي انا باقا للحين يعني عروستهم. نعم. تواصل معهم، سول فيهم في الاعراس العيد، عندي كل صباح اول بيت كنمشي له هو بيت حماتي عمه دانا بنتي. عمه دانا علاقه ديالك انت ودانا كيفاش دايره؟ احنا بنت ديالك الوحيده حيت في الكوليس سولتها قالت لي انا بنتي ما بغاهاش تكبر. ياك شوفي تكبر بغيتها تبقى صغيره، حيت يمكن انا تزوجت صغيره وجبت دندونه صغيره دانا دائما كتبقى في عيني باقا صغيره، دائما عمر بنتي ما كتكبر، ما بغيتهاش تكبر، بغيتها دائما تبقى صغيره. شحال في عمرها دابا؟ دابا 12 عام تبارك الله. فلهذا ما دائما كتبقى في النظر ديالي صغيره، دائما ما نبغيهاش تكبر. تبكيش. الله يخليها لك يا ربي وتفرحي بها يا ربي جهاد. الا دانا قالت لك ماما بغيت نغني حتى انا واحد النهار، شو تقولي لها؟ تخليها تغني لنفسها في المجال الفني، من ما تخليهاش تدخل مجال الفن، تدخل اي حاجه تقرا. انا بغيتها تقرا، بغيتها توصل، بغيتها تكون شي حاجه في المستقبل تنفع بلادها وتنفعني حتى انا مستقبلا. اما الفن احنا كنشوفوا احنا نايضر روينا في هذا الفن. ما تخليهاش تغني؟ لا ما نقبلش. شو تقولي لدانا دابا الا كانت كتشوف اللقاء؟ واكيد غتشوف اللقاء. دانا احبتش ماما وموت عليتش والله يخليتش لي يا رب وبلغبيت ان شاء الله في احسن في اعلى المراتب يا امي. مازال باغا وليدات جهانيك؟ خاطري في خلفه يعني كان الود ودي حتى ندونا كتقول لي ماما بغيت اخو بغيت اخت، كنقول لها ماما هادشي اللي عطانا الله، يمكن الله ما عطانيش حيت يمكن ربي كاتب لي كاتب لي هكا، ولكن مازال كان خاطري في وان شاء الله نتمنوا شي زواجه ان شاء الله تكون زوينه ان شاء الله. علاش لا تكون تختم هذا الشيء كامل بفرحه كبيره وتولي شي وليد. شنو تسمي له الا ولدتي وليد؟ هو ما عرفت حتى نشوف با، حيت با هو اللي غادي يسمي على با. مرضيه مرضيه راجعه. اذا كلمه اخيره تقوليها للناس اللي متابعينك اللي تحبوك جهان؟ كنقول لهم شكرا وتابعوني ودائما شوفوا الحصري ديالي، شكرا لكم نتوما، شكرا للموقع لالا بلوس، وشكرا على حسن الاستضافه ديالكم، وكنتمنى دائما نكون في حسن ظنهم، وان شاء الله تنال اعجابهم هالسنجل ان شاء الله اللي غادي ينزل قريب ان شاء الله.